وللحديث أكثر عن انتهاكات إيران شمال العراق بعد قصف أربيل ينضم إلينا عبر الهاتف عضو اللجنة العالمية عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل، وأيضا من اسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية راسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. أبدأ معك أستاذ عبد القادر، أهلا ومرحبا بك في نشرة الأخبار. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام وضيفك العزيز، حياك الله. بداية، أصدرتم بيانا في الميثاق الوطني العراقي بشأن تجدد القصف الإيراني لشمال العراق، كيف تصفون استمرار انتهاكات إيران ضد العراق والعراقيين؟ استهداف إيران وحرسها الثوري الإرهابي لكردستان العراق هو اعتداء صارخ على سيادة العراق، وبالتالي ينبغي الوقوف بوجهه لأنه غير كل تدخل، لأنه استخدم بالأمس صواريخ بالستية، طائرات مسيرة مفخخة، فضلا عن استمرار القصف لليوم الثاني على التوالي، وينذر بعملية وشيكة قد أعلن عنها قائاني من وسط بغداد أمام قادة الميليشيات والإطار التنسيقي وعلى مرأى ومسمع من حكومة السوداني باجتياح عسكري يهدد فيه بالدخول إلى الأراضي العراقية. وهذا تطور حقيقة خطير، ينبغي أن يكون هناك وقفة جادة لهذه التداعيات التي تمر فيها العراق، وبالتالي نحن إذ نحمل المسؤولية الكاملة للولايات المتحدة الأمريكية ولبريطانيا على هيمنة إيران على القرار السياسي والاقتصادي والعسكري، فإننا نحملهم هذا الضعف للعراق بسبب العملية السياسية التي هي موالية لإيران، وبالتالي ما يحدث الآن جريمة مركبة. على هذا الأساس استدعينا إلى أن يكون هناك بيانا فيه تحرك جاد، ودعونا فيه الأمم المتحدة بمجلس أمنها والجامعة الدول العربية منظمة المؤتمر الإسلامي إلى وقفة جادة تاريخية قبل فوات الأوان. نعم، أنتقل إليك سيادة العقيد حاتم الفلاحي، أهلا بك بداية في نشرة الأخبار. حياكم الله. حياك الله. بداية، رغم التوقف لفترة تعود إيران من جديد لقصف شمال العراق، ما هو تفسيركم لإصرار إيران على هذه الانتهاكات من دون رد قاطع وصريح من قبل الحكومة في بغداد كما طالبت أربيل؟ نعم، مساء الخير وتحية لضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. حقيقة عندما يفشل النظام السياسي الحاكم في العراق في بسط نفوذه على كامل الأراضي العراقية، هذا الأمر يعطي دلالة واضحة على ضعف النظام السياسي وعدم قدرة القوات الأمنية على حماية البلد، سواء كانت من التهديدات الخارجية أو من التهديدات الداخلية. يضاف إلى ذلك أن تواجد يعني ميليشيات إرهابية على الأراضي العراقية تعطي ذريعة للدول المجاورة في التدخل في العراق، وهذا ما يجعل الحكومة غير قادرة على الوقوف بوجه هذه الأعمال أو العربدة الإيرانية التي تقوم بها باتجاه العراق، وهذا يعود أيضا بسبب تبعية النظام السياسي الحاكم في العراق. لذلك القضية في العراق يعني قضية معقدة جدا، لأنه لو أراد العراق تفعيل الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي سلمت البلاد إلى إيران، فكان واجب عليهم أن يقوموا بردع الاعتداءات الإيرانية. يضاف إلى ذلك بأن عدم قدرة القوات الحكومية على مواجهة التجاوزات الإيرانية يعطي دلالة واضحة على أن هذه القوات غير قادرة على فرض الأمن والنظام وسيادة القانون. لذلك نرى بأن إيران الآن تقوم بعملية قصف. في الأمس القريب كان هناك عملية عسكرية أطلقوا عليها اسم القصف والحريق، واليوم إيران تتوعد بعملية عسكرية يكون فيها توغل عسكري إلى داخل الأراضي العراقية يصل إلى 50 كيلومتر، وبالتالي سنكون أمام تجاوزات متعددة طالما أنه لا يوجد رد حقيقي من قبل حكومة بغداد، ولا يوجد رد عسكري بتحريق قطعات عسكرية من الجيش أو من الحشد الشعبي الذي يقولون بأنه هو الذي حمى سيادة العراق في الفترة الماضية، فليتفضل يحمي سيادة العراق من القصف الإيراني. إذن أنا يعني حقيقة هذه القضية مهما تكلمنا فيها لن نفيها حقها، لأنه الآن من يحكم العراق هم التابعين لإيران. طيب أستاذ عبد القادر، حكومة السوداني أصدرت بيان إدانة أدانت فيه قصف إيران وتركيا شمال العراق، لكنها أضافت عبارة رفض، وهي رفض أن يكون العراق منطلق لمهاجمة دول الجوار. مراقبون اعتبروا هذه الجملة بوابة للتهرب من المسؤولية، خاصة وأن ميليشيا الباكاكا تمارس أنشطة إرهابية ولم تطرد إلى حد هذه اللحظة.
هذه الجملة تؤكد على الضوء الأخضر من حكومة السودان والإطار التنسيقي لإيران بالتوغل العسكري، وشتان ما بين القصف التركي وما بين القصف الإيراني. فإيران تستخدم صواريخ وتستهدف حرق المدن على ساكنيها، وبالتالي تستهدف أهداف مدنية. أما مسألة البككة، نعم نحن لا نريد لا تدخلا تركيا ولا تدخلا إيرانيا، لكن منظمة البككة تقيم على الأراضي العراقية، وبالتالي الاستهدافات محدودة لها، وهي مدعومة من الميليشيات الموالية لإيران ومن إيران، وتدفع لديها تخصيصات مالية من الحكومات السابقة ولا سيما حكومة السودان الحالية. وبالتالي إلى هذه اللحظة لم يتم طردها من قضاء سنجار الذي تتخذه مقرا وتحتل فيه. نحن قبل أن مصلحة تركيا، نحن لدينا مصالح عراقية مهمة من خلال منظمة البككة، لأنها طردت وهجرت مئات الآلاف من قضاء سنجار من العرب، من الكرد، من الأيزيديين الغير موالين إليها. وبالتالي نتكلم عن مأساة عراقية داخل العراق وعن منظمة أجنبية تحت الأراضي. لذلك حقيقة تدخل الإيراني ليس له مبررا، وهذه العبارة هي للذهاب لأن إيران تفعل ما تشاء. وإلا كان يفترض لو كانت هناك حكومة ذات سيادة أو حكومة ليست عميلة لإيران أن تذهب باتجاه مجلس الأمن الدولي، ولدينا القانون الدولي يمكن أن يفعل، أو أقل تقدير أن يكون هناك ضغطا وتحميل المسؤولية للمجتمع الدولي مع العراق. لكن هناك مصالح يراد من خلالها تحقيقها، وهو زج الضغط الإيراني من أجل حقيقة دخول ميليشيات الحشد إلى داخل أربيل ومناطق دهوك. سيادة العقيد، الأمم المتحدة وصفت القصف الإيراني على كردستان العراق بالعدوان الطائش، إذن لماذا لا تفعل المنظمة ميثاقها وتحمي العراق من هذا البطش الإيراني؟ نعم، حقيقة هذه يعني منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الحقوقية الأخرى المتواجدة سواء ضمن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن والمنظمات الإنسانية، هذه المنظمات قراراتها غير ملزمة سواء كانت للدول أو للأنظمة الحاكمة، وبالتالي هذه لن تستخدم أدوات بيد الدول الكبرى عندما يراد استخدامها ضد أي نظام حاكم في المنطقة. فلذلك لا يمكن التعويل على هذه المنظمات، لأننا لم نسمع لحد هذه اللحظة بأن هذه المنظمات استطاعت يعني أن تجرم الميليشيات الحشد الشعبي التي ارتكبت المئات من المجازر في العراق ومن الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، وهي جرائم حرب بامتياز، ولكنها فشلت طوال الفترة الماضية. وبالتالي لا يمكن التعويل على هذه المنظمات لغرض أخذ الحقوق وإرجاع الحقوق المسلوبة من قبل، سواء كانت من قبل إيران أو من قبل الأنظمة الحاكمة في البلدان. لذلك أنا أعتقد بأنها أدوات تستخدم من قبل الدول الكبرى عندما تحين الحاجة لذلك، ثم يتم يعني تركها في ظروف أخرى. نعم أستاذ عبد القادر، الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن القصف الإيراني على شمال العراق يزعزع استقرار البلد والمنطقة، لكنها لا تتخذ أي موقف. كيف ترى موقفها من هذه الانتهاكات؟ هل هنالك هدف ما تسعى إليه واشنطن من هذا السكون مثلا؟ بالتأكيد واشنطن لديها أهداف استراتيجية في العراق، وبالتالي لا زالت الاتفاقيات الأمريكية الإيرانية سارية للمفعول، بدليل أنها ضغطت بجميع الأمور والوسائل لتسليم الحكومة إلى الإطار التنسيقي، رغم أنهم خاسرون في الانتخابات، وضربت كل مبادئ ما يسمى الديمقراطية وصناديق الاقتراع ضرب الحائط عندما أوصت مسؤولة الأمم المتحدة في العراق بأن تذهب باتجاه المطالبة بالتسوية السياسية. لذلك حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية هي تريد حفظ ماء وجهها بهذه الادعاءات، وإلا كيف يمكن لها أن تقول أنه اعتداءات وعلى العراق بهذه الطريقة، واستخدام صواريخ باليستية لأول مرة تستخدم تقصف بها أقضية مدنية ومخيمات نازحين، وبالتالي هي تتفرج مجرد كلام. وإلا كان يفترض لها حقيقة أن تقيم الحالة ليس من الآن، من وقت سابق ومن سنوات عندما كانت هناك نفوذ إيراني عالي المستوى، وكان هناك ميليشيات تؤسس وتريد أن تتجذر في الدولة، وبالتالي الآن ممارسات حكومة السوداني هو عملية تسليم الحكومة إلى الميليشيات بطريقة واضحة تماما، وهي تتفرج. لذلك هي راضية عن هذا التوغل، وبالتالي تبحث عن بقاء إدامة الصراع لأنها تستخدم إيران في هذا الإطار في العراق. لذلك هي في نظري أنها تريد بقاء الحال على ما هو عليه من خلال عدم الاستقرار في العراق. نعم
سيادة العقيد، الحكومة الحالية كانت قد أرسلت في وقت سابق وفدا إلى طهران لمناقشة وقف العدوان في ظل عودة القصف الإيراني من جديد. برأيكم هل لا زال للمساعي السياسية للحكومة في العراق وزن لدى طهران؟ نعم، لا شك بأنه هذا السؤال يمكن أن نجيب عليه بسؤال آخر، يعني ما هي خيارات بغداد للتعامل مع القصف الإيراني؟ أنا أعتقد بأنه حكومة بغداد ليست لديها خيارات الآن للتعامل مع القصف الإيراني، لأنها أولا ضعيفة، جاءت بعد فوضى سياسية عارمة ضرمت البلد وأخرت عملية تشكيل الحكومة لأكثر من سنة، ثم بعد ذلك جاءت بعد أن فقدت شعبيتها بشكل كامل بعدم مشاركة أطراف معينة في هذه السلطة. يضاف إلى ذلك بأنه عدنا إلى مسألة المحاصصة الطائفية سابقا، وهناك مراكز قوى في العراق تفرض إرادتها بقوة السلاح، وهناك جهات في العراق تابعة إلى إيران وهي معروفة، وهذه خارج سياق المحاسبة القانونية أو المحاسبة الجزائية في مسألة التعامل مع دول خارجية. وبالتالي الخيارات الموجودة لدى حكومة بغداد هي ضيقة جدا، يعني علما أنها لديها خيارات ولكن هي لا تريد أن تستخدم هذه الخيارات، يعني خيارات مثلا العقوبات الاقتصادية ووقف التعامل الاقتصادي مع إيران قد يجبر إيران على أن تتعامل بشكل آخر مع العراق، ولكنها لا تفعل لأنها لا تستطيع، لأنها هي بالأصل تابعة إلى إيران. وبالتالي إيران ترى في العراق الآن هي الرئة الاقتصادية التي يمكن أن تتنفس منها في مسألة العقوبات. يضاف إلى ذلك بأن إيران الآن تمر بظرف غير طبيعي، يعني في مسألة الاحتجاجات التي ضربت المدن الإيرانية في الشمال والوسط وفي الجنوب حقيقة زعزعت أركان النظام الإيراني، وبالتالي يمكن للحكومة العراقية أن تضغط بشكل كبير جدا، ولكنها لن تفعل هذا لأنه مثل ما قلنا بأنها تابعة لإيران. إذن الإشكال بداية هو في حكومة بغداد والإجراءات التي يمكن أن تتخذها. يضاف إلى ذلك بأنه مثلا بقاء القوات الأمريكية في العراق بأخذ قواعد رسمية وعدم تقديم شيء للعراق في هذا الجانب، على 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 أساس تبقى هذه القوات، يعني هناك إشكالات حقيقية في عملية قيادة وإدارة البلد، ولكن الجميع يرضخ لمطالب الميليشيات ولمطالب إيران بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى في هذا القصف، أنا في تقديري بأنه لا يهم الولايات المتحدة الأمريكية طالما أنه بعيد عن مصالحها، فلتقصف إيران ولتتوغل في داخل الحدود العراقية. بالأمس إيران عربدت في الخليج العربي بقصف ناقلات نفط، يعني علما مع علم أن هذه الناقلة تابعة للكيان الصهيوني، ولكن لنرى العربدة الإيرانية في المنطقة كيف تكون، لأنها تعرف بأنه الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة الآن على مواجهة إيران في هذا الظرف لأسباب كثيرة بما فيها التمدد الصيني والحرب الروسية الأوكرانية، فلذلك هي طالما أنه لا يوجد هناك حسيب ولا رقيب في هذه القضية ستستمر هذه العربدة الإيرانية سواء كانت في العراق أو في المنطقة. الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في نشرة الأخبار. وأتوجه بسؤال أخير إلى الأستاذ عبد القادر، وهو قائد فيلق قدس إسماعيل قاآني هدد الحكومة في بغداد باجتياح كردستان العراق عسكريا، إلى أي مدى ترى أن هذه التهديدات والتي سكتت عنها حكومة بغداد هي محاولة لتصدير مشاكل إيران إلى العراق؟ هذه التهديدات لها دلالات خطيرة، أولا كونها صادرة من بغداد، وبالتالي باجتماع قد حضرته الإطار التنسيقي والميليشيات المسلحة وبمرأة ومسمع من حكومة السوداني، له دلالة على أنه يقول أن حكومة السوداني وميليشياتها وأجهزتها العسكرية والأمنية تابعة لإيران. ومن جهة أخرى فهو تهديد بأنه من يمتلك القرار داخل بغداد هو قاآني، وعلى هذا الأساس هو يريد تصدير الأزمات الداخلية إلى إشغال الرأي العام بأزمة خارجية، وبالتالي بعد الإعلام عن ما يجري في إيران. هذه من جهة، ومن جهة أخرى هو يبحث عن الضغط على كردستان من أجل أن تدخل ميليشيات الحشد إلى داخل أربيل ودهوك لتنفيذ رغبات إيرانية في بسط السيطرة الكاملة على أربيل ودهوك الذي لا يتواجد فيها ميليشيات الحشد الشعبي سواء بلباس الجيش أو لباس غيره. لذلك هذه الأهداف الاستراتيجية التي يريد منها قاآني الاستمرار بعمليات القصف والاعتداء الإرهابي الكبير على العراق وعلى المواطنين العراقيين في كردستان العراق. لذلك حقيقة قاآني أراد أن يصدر كل أزماته داخل العراق، وبالتالي مرة ثانية بسبب
عمالة العملية السياسية بكل أطرافها وأحزابها وموالاتها لإيران ولهيمنة النفوذ الإيراني عليها، يريدون أن يستخدمون مرة ثانية الساحة العراقية لسياساتهم ولصراعاتهم، وبالتالي يحاولون من خلالها تصدير أزماتهم إلينا على حساب مؤسسات الشعب العراقي. عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبد القادر النايل، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في نشرة الأخبار.